سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد التورته ديال لاكريم. المهم البنات كتجي زوينه اولا. المهم فاش ما بغيت، اول حاجه غنصاوبوا جينواز ان شاء الله. شنو غنحتاجوا فيه؟ عندي هنا 4 ديال البيضات، يكونوا بحراره المطبخ. عندي هنا كاس ما عامرش قد هكا ديال الزيت المائدة. عندي كذلك كاس ما عامرش هكا، كاس ما عامرش ديال سنيدة. عندي هنا الدقيق، غادي نحتاجو البنات نحتاجو شي نوع ديال الدقيق اللي يكون خاص بالحلويات، يكون مزيان. شنو اخر؟ عندي هنا النشا، ندير 3 ديال المعالق ديال النشا. النشا البنات 3 ديال المعالق بهذه المعلقة صغيرة باش عبرت، يعني صغارين تقريبا. المهم 3 د المعالق اللي انا عندي هنايا، وهنا واحد شويه الملحه اولا قبيصه د المليحه. اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو هو نخدموا البيض، ويلا بسم الله نبداو على بركه الله. دابا درت هنايا 4 ديال البيضات، غادي نزيد عليهم واحد القبيصه ديال المليحه. البنات بغيت نقول لكم بالله ما تبقاوش تخدموا بالخصوص في الجينواز، ما تبقاوش تخدموا البيض مع السكر، من الاحسن خدموا مع ثاني مع عفوا مع القبيصه د المليحه حتى كيطلع وكيتكات في الحاجة. البنات من بعد هاد ما طرات مزيان هاد البيض، نتوما شفتوا كيفاش كيجي؟ ضروري البنات يجيكم بحال هكا. عاد غنبقاو نزيدو سكر سنيدة بشويه بشويه، غادي نزيد واحد الشويه ما نزيدش كلشي، غير كميه بحال هكا، وغادي نخدمو عاوتاني. عاوتاني غنزيد شويه. البنات شوفوا كيفاش كيجي، كيجي على هذا الشكل بحال كريمه سائله شويه. دابا البنات غادي نزيدو الزيت، حتى هي كذلك نفس الطريقه. غنبقاو الزيت نضيفوها شويه شويه على 3 ديال المرات. صافي البنات من بعد ما خدمتهم مزيان 3 ديال العناصر، دابا غادي نزيد شاسي ديال الفاني. غنجيب هذا الشاسي ديال الفاني، شوف البنات كيفاش كيجينا. ديال الدقيق هو هذا، وغادي نزيدو عليه جوج كيسان اخرين، عفوا جوج معالق كبار، جوج معالق كبار ديال الدقيق كذلك. المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه. غنزيد البنات هاد النشا، هاد 3 د المعالق صغار. البنات هاد الخمارة حمراء حتى هي، وغنزيد معلقة أخرى صغيرة ديال الخمارة حمراء. درت وحدة وكشتات كما كديرو بحال هكا حتى كيدخل لينا الدقيق ديالنا في هاد الخليط. صافي البنات انا غنكمل بهذه الطريقه اللي شفتوا معايا، حتى كندخل الدقيق ديالي كامل اللي بقى ليا هنايا، ونتلاقاو من بعد. تجيكم بيضه بحال دابا، انا بغيت نزيد عليها الكاكاو، بغيتها تجيني كحله. صافي قبيله كان ممكن تزيدوا الكاكاو مع الدقيق، انا نسيت ما زدتوش مع الدقيق الخالص. صافي دابا غادي نخدموها بنفس الطريقه باش خدمت الدقيق بحال هكا، وندير بحال هكا العمليه بحال هكا غير شوية هكا. هكا البنات، صافي البنات انا خديت هاد المول هذا، يمكن لكم ديروا داك المول اللي كيكون هكا كاري، يمكن لكم ديروا المهم اي مول بغيتوا على حسب الحلوة كيفاش بغيتوها تجيكم. انا اختاريت ندير هذا، ودرت فيه
ورق الزبده من التحت ودرت عليه شويه ديال 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 الطحين ودرت حتى في الجوانب كما كتلاحظوا معايا. المهم وحاجه اخرى البنات ضروري فاش تبغوا تدخلوا الفران ضروري ديروا شي لاطه من التحت، راكم عارفين هذوك يكونوا خفافين، ضروري ديروا شي لاطه تكون ثقيله شويه من التحت فاش تدخلوهم بجوج هكا الفران. المهم دابا غناخذ هذا الجينواز ديالنا، نحاول اني نوزعها البنات بحال هكا. صافي البنات من بعد ما قديتها في المول ديالي بحال هكا صافي دابا غندخلها للفران غنصب واحد الكريمه باش يمكن لينا نسقيو بها الناس اللي كيبغيو القهوه النسمه ديال القهوه في الكيك اولا في في المهم في الحلاوه بحال هكا. درت هنا جوج ديال نيسكافيه، هاد لي شاسي ديال نيسكافيه، غنزيد واحد شويه ديال سنيده ما وريتكمش قداش تقريبا، المهم نقولوا معلقه كبيره ديال سنيده. غادي نزيد كذلك شويه ديال الماء، واحد شويه يقولوا معلقه ونص ديال الماء بحال هكا صافي. دابا البنات غنخدم هذه الكريمه حتى تطلع مزيان ومن بعد نتلاقى. البنات ضروري تكون نيسكافيه، حيت الا ما كانتش نيسكافيه ما طلعتكمش هذه الكريمه. المهم انتم كتشوفوا يعني درت كميه قليله داكشي اللي غادي نحتاج دابا باش نكثر. صافي انا غنخدمها دابا حتى تطلع ومن بعد نتلاقى. بعد ما طربت مزيان ديك الكريمه كتجي على هذا الشكل كما قلت لكم البنات، انا درت غير شويه يمكن لكم ديروا بزاف وتحتفظوا به في واحد البواطه ديال الدجاج في الثلاجه، تبقاو تستعملوا مثلا تسخنوا الحليب وديروا معلقه كبيره اولا صغيره نتوما شنو بغيتوا، كيجي هائل صراحه مع الحليب كيجي لذيذ. المهم انا درته اليوم على حسب هذا الحلوى. غادي ندير واحد السيرو بهذا الكريمه هذه. الناس اللي كيعجبهم القهوه في الكيك هذه كتجي رائعه كتعطي واحد النسمه زوينه بزاف. المهم غنصاوبوا دابا السيرو البنات. بالنسبه للسيرو عندي هنايا كاس ما عمرش هانتوما كتشوفوا معايا ديال سنيده، غنزيدها هنايا في كسرونه حيت هذا التقليه. غنحاول اني ناخذ هذا الماء نزيدو على السكر الحرا باش يتحيد ليا من كان لاصق درت في كاس فازك. المهم غنزيد هنايا كاس ديال الماء. غادي ناخذ البنات واحد معلقه ما كبيرهش بزاف ما عامرهش بزاف، المهم بحال هكا نتوما على حسب الذوق يمكن لكم ديروا غير معلقه صغيره المهم اللي بغيتو. صافي كنزيدها لهذا السيرو كنخلط مزيان البنات وغنديها للبوطه يغلى واحد شويه، وهذا هو السيرو اللي غادي نسقيو به الحلوه ديالنا. صافي البنات غندير البوطه كما قلت لكم يغلى واحد شويه يبقى يطبخ واحد شويه يغلى، المهم غنطفي عليه. الكيك ديالنا خديت الموس وبقيت كندير بحال هكا بهذه العمليه بحال هكا كندير بحال هكا. صافي من بعد ملي كملت بالموس خديت خيط البنات عادي كتلي كنخيطو به عادي، المهم اللي متوفر عندكم يكون شويه قاصح، وخديته من هنا هكا غنحاول اني ندوزه بحال هكا من هنايا. غنكمل البنات ضروري خصكم تكملوا القطعه تستعملوا الخيط، وغنكمل انا بهذه الطريقه كما قلت لكم بحال هكا. دابا غنستعمل الخيط على أنو نجيبو الخيط كيساعد البنات الخيط بزاف، كندورو غير بحال هكا صافي. أنا حيدتو دابا غناخذ هادي على بركة الله بسم الله. الطبقة الأولى كنديرها هنا في شي شبيكة ولا شي حاجة كيما كتشوفو معايا،
ما درناش غادي نكمل غنقطع عاوتاني هاد الطرف الثالث ومن بعد نتلاقى. قلت لكم البنات عندي هنايا بالنسبه للكريم اللي باش غادي نصاوبوا هاد الحلوه، عندي هنايا هاد الموس ديال الشوكولا، يمكن لكم تستعملوا اي نكهه بغيتوا. المهم انا خديت هنايا جوج باكيات اللي غنحتاج فهاد الحلوه، جوج باكيات ديال الموس ديال الشوكولا. وبالنسبه للحليب عندي هنايا واحد كاس كبير، وإلا عبرناها بالعنبة عندي هنا تقريبا كاس كبير ديال العنبة، وكاس خور ما عامرش بزاف تقريبا كاس لا ربع كاس. إن شاء الله غنبداو غادي نديرو الحليب، يكون بارد طبيعة الحال البنات ضروري يكون بارد. البنات الكريم ديالنا من بعد ما كنطربو كيجي على الشكل، نتوما كتشوفوا معايا ما كيتحرك ما والو، كيجي شاد راسو مزيان. صافي دابا غندوزو نسقيو الكيك ديالنا باش نبداو ان شاء الله نعمروه. بقاو نسقيو البنات الكيك ديالنا هكا. نسقيوه مزيان من الجوانب. شويه على هكا كان عندكم داك الموس الخاص بهاد لاكريم كيجي حسن. انا ما عنديش داكشي باش كنستعمل غير هاد المعلقه. صافي المهم غادي نحاول اني نقادو مزيان بحال هكا باش غندير فوق منه الطبقه الثانيه. طبيعه الحال ديما البنات سيروا اي طبقه زدتوها ضروري خصكم ديروا فيها سيروا. صافي البنات زدت الطبقه الثانيه ودرت كما درت الاولى، درت سيروا ودابا درت هاد الكريم من الفوق. غادي نكمل بحال هكا دابا غنقاد هاد الكريم هنايا من الفوق. ومن بعد البنات عاوتاني غادي ندير الطبقه الثالثه وغادي ندير فوق من السيرو وغادي ندير لكريم المره الثالثه. المهم البنات هانتوما معايا حتى نكملوا ان شاء الله. صافي البنات كما قلت لكم كنسقي المهم الطبقه الاخيره حتى هي. صافي غنزيد عليها لكريم اللي درنا طبقات بجوج. البنات كناخذ هذا الحبيبات الصغيرين ديال الشوكولا كنحاول اني نزين بهم هنايا بهذه الطريقه. يمكن لكم ديروا اللوز ايفيلي، يمكن لكم ديروا اي حاجه نتوما بغيتوها. المهم مزيان كيبقى على حسب الرغبه. المهم كنبقى البنات بحال هكا كندير الشوكولا هنا في الجناب. هاد الزوائد دابا من بعد نقادوهم نحيدوهم بحال هكا. المهم البنات راه نكمل على الطريقه حتى نكمل الحلوه ديالي كامله ومن بعد نتلاقى. البنات الكيك ديالنا كيجي على هذا الشكل بحال هكا. المهم بسيطه البنات وعادي. كنت كنحسب لي كنصور حتى كملت ولقيت راسي ما صورت والو. بالنسبه لهذا بالنسبه للشوكولا نوار ودرت معاها البوطه خلطته واحد شويه من بعد خويته هكاك على الحلوه ديالنا. شنو اخر هنايا درت شويه ديال داك لاكريم اللي صوبنا قبيله ديال القهوه، زدت عليها واحد شويه ديال اولا داك لاموس اللي صوبنا
وزدت عليها، زدت عليها شويه ديال ديك الكريمه اللي قلت لكم، خلطتها وزوقت بها هكا شي شويه. المهم كيبقى الزواق او لا على حسب الرغبه وشنو نتوما بغيتو. انا غير زربت عليها. المهم كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. المهم جاتني على هذا الشكل، هذا كتجي البنات لذيذه بزاف بزاف، كنتمنى تجربوها. خليت هذه البلاصه ما درت فيها والو، كما قلت لكم يمكن لكم تكتبوا فيها شي حاجه المناسبه علاش صوبتوها. صافي هذا مكان، كنتمنى ان شاء الله تجربوها ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.